السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل ونحل القناة التعليمية. كثيرا من الإخوة النحالين يشتكون من العسل الخفيف أو العسل الرايق، وفي كثير من الأوقات هناك عوامل تؤدي إلى أن العسل يكون في هذا القوام الخفيف، لكن ما هي الأسباب التي تؤثر على العسل وتجعله في هذا القوام الخفيف؟ وهل سيتأثر العسل في الأيام المقبلة بعد فرزه؟ وهل نعتبر هذا العسل عسل ناضج ولا يشوبه أي شائبة؟ وهل سيتأثر هذا العسل بعد مرور الزمن سواء بسبب ارتفاع الرطوبة أو انخفاضها؟ وكيف سيكون مصير هذا النوع من الأعسال؟ محاضرة قيمة يتطرق إليها الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي هشام. شوف أخي هشام، كلام للجميع الإخوان اللي قطفوا عسل واللي ممكن يتكرر عندهم هذه الظاهرة، إنه بعد القطف مباشرة بتشعر إنه العسل رخو زيادة عن اللزوم، يعني كثافته مش عالية. أنت هيك ممكن تتوقع إنه مثلا نسبة الرطوبة فيه بتزيد عن 20%، ممكن 22-23%، لكن هذا الكلام يعني إذا كان بعد القطف مباشرة، لأنه معظم النحالين بقطفوا نحلهم بقطفوا عسلهم، يعني بتكون الأجواء حامية شوي، والأيام هذه بشكل عام الأجواء حامية والنحل بيكتسب العسل بيكتسب حرارة من داخل الخلية ومن الأجواء العامة. فأنت عندما تخرج العسل من الخلية بتكون درجة حرارة الخلية فوق 30 درجة مئوية، ثم لما يعني تخرجه بتكون درجات الحرارة ممكن أكثر من 30 درجة، بيرتفع درجة حرارة العسل وبالتالي بيصبح قوامه رخو قليلا. بعدها انت يعني ممكن طبعا في عنا ظاهرة نسيت احكي عنها، انه العسل مش سهل انه يكتسب الحرارة ومش سهل انه يفقدها. فاحنا عنا المواد، يعني مواد احنا دائما نقول في مواد تكتسب الحرارة بسرعة وبتفقدها بسرعة، لكن العسل لا، بيكتسبها ببطء وبيفقدها ببطء. فلما يكون درجة حرارة العسل أكثر من 30 بتحس إنه العسل رخو. هذا هو السبب الأول، إنه في العسل لسه بيكون حامي. طبعا المفروض إنه يكون يعني حامي شوية، يعني درجة حرارته 30 أثناء القطف وأثناء الفرز، لأنه بيساعد على خروج العسل من العيون السداسية. لكن في عنا أسباب أخرى، هذه من هذه الأسباب إنه العسل إحنا لما بنقول ناضج، يعني مش بس إنه الكثافة اللي فيه انخفضت، يعني صار درجة نسبة الرطوبة في 18%، لا، في عنا برضو في أشياء أخرى تستمر في العسل حتى بعد القطف. منها مثلا إنه تأثير أنزيم الإنفرتيز اللي هو مسؤول عن تحويل السكروز إلى فركتوز وجلوكوز. هذا الانزيم يستمر في العمل حتى بعد القطف. فمثلا لو تعمل تحليل عسلك بعد القطف مباشرة ممكن تلاقي فيه نسبة السكروز مثلا 4.5 أو 5، لكن إذا عملت تحليل للعسل بعد شهر ممكن أنك تلاقي نسبة السكروز فيه انخفضت إلى 3% أو ربما أقل، لأنه هذا بدل على أنه إنزيم الإنفرتيز بقي يعمل حتى بعد قطف العسل. كذلك بعض التفاعلات الكيماوية اللي في العسل، يعني مش مجرد ما أنه النحل يعني ختم على العسل وانتهت العمليات الكيميائية اللي بتحدث في العسل، لا، ستستمر بعض التفاعلات الكيميائية حتى يصبح العسل ناضج 100% وكل مركباته وكل مكوناته اكتملت. هنا بنقول انه العسل اصبح ناضج. لذلك يعني احنا بعد القطف مباشرة وبعد الفرز نضع العسل في براميل بنسميها المنضج، وهذا المنضج بيكون يعني من احد مهماته انه يبخر قليل من الماء، يعني راح يتبخر طبعا قليل من الماء والرطوبة في العسل وتصبح
درجة اللزوجة أعلى، ثم تستمر في بعض العمليات الكيميائية لفترة محددة ثم تنتهي، وهنا بنقول إنه العسل أصبح ناضج ويعني قابل للتعبئة والتغليف. بالنسبة للون العسل، نقول إن لون العسل غامق، هذا دليل إنه يعني موسم رباط السنة كان ضعيف. اللي إحنا بيعمل عندنا العسل فاتح في منطقة الشمال، من يعني من منطقة نابلس والكرم جنين وأجزاء من رام الله، تأثير لون العسل الرباط واضح جدا على العسل، لأنه العسل الرباط بيكون لونه يعني أصفر، أصفر فاتح. لكن إنه السنة أصبح أصفر غامق أو إنه صار يميل إلى البني أو الأحمر، هذا دليل إنه ما كان في موسم رباط عندنا السنة. رباط السنة يعني نتيجة قلة المطر، ما كوي، وكان كله ضعيف، وبالتالي يعني إزهاره كان ضعيف وإفرازه للرحيق كان ضعيف. ويمكن من الملاحظات اللي شافوها معظم النحالين إنه النحل السنة عندنا في منطقة الشمال، أنا أتحدث هنا، إنه النحل في شهر 4، في أواخر شهر 4 كان يبني زوائد شمعية بكثرة، وكان يعني يخزن فيها عسل، وبعض الزوائد الشمعية ختمها. لكن بعد شهر 4 كان يبني زوائد شمعية ما يحط فيها عسل، وأنا كنت أترك الزوائد الشمعية يعني قاصدا أشوف يعني شو تصير النتائج. فالزوائد الشمعية اللي بناها في شهر 5 الملكة وضعت فيها بيوض. هذا كله طبعا يعني بيشير إلى أنه في شهر 4 النحل جمع عسل ربيعي من الأزهار الربيعية، لكن في شهر 5 توقف النحل عن الجمع في شهر بداية شهر 5 حتى تقريبا أواخر شهر 5 أو منتصف شهر 5، عندما بدأ إزهار الرباط وبعض أنواع الأعشاب الصيفية أو العسل الزهور الصيفية، كان الجمع ضعيف، وبالتالي كان إذا ببني زوائد شمعية الملكات بتبيض فيه. هذه المعلومات بتفيد طبعا النحالين المبتدئين، بحيث إنه يدون دائما الملاحظات اللي بيشوفها في عنده في الخلية، يدونها حتى يستفيد منها مستقبلا، ويعرف مثلا إنه هذه السنة اللي مثل السنة اللي إحنا مرينا فيها، المفروض أن النحالين في هذه السنة ركزوا على تقسيم النحل وليس على إنتاج العسل. فيعني اللي بدون ملاحظات زي هيك بيعرف من نسبة الأمطار، وبيعرف كمية الأمطار وتوزيع الأمطار والمراعي، وممكن أنه يستفيد في السنوات المستقبلية بدون ما حدا يعني يحكي له. بيعرف أنه هذه السنة مش سنة عسل، فبيستفيد من تقسيم النحل بحيث أنه يعني يعوض خسارته في العسل بأنه يكسب طرود ويزيد عدد النحل للمواسم القادمة إن شاء الله.